بالسيد الوالي اول زائر اول ضيف في استوديو قناه كوتما تي في. مرحبا بك السيد الوالي. ممكن كلمه تشجيعيه للمواهب هذه، وربما يمكنك من خلال هذه الفرصه كلمه للمواطن في جيجل. اول كلمه هي تشجيعيه للثقه والطاقم اللي تعامل معكم تعاملتوا معاه كما راكم موجودين، طاقم شاب بعدد قليل استطعتم ان شاء الله لاخراج هذا الاستديو الى العالميه ان شاء الله، ماشي الى الى المحليه ان شاء الله، يكون في العالميه، لان الافكار كبيره والوسائل بسيطه، ومن باش تلقى المعادله هذه في كل مراحل ولا في التفكير قليله، في كل معادله كما هذه وسائل قليله بالبزاف. نشوف استوديو كما هذا في تقريبا 30 متر مربع بوسائل تقريبا بدائيه، وجعلت منها استوديو بالوان زاهيه ان شاء الله. نتمنى القناه الالكترونيه الاولى على مستوى ولايه جيجل، نتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولا محاله النجاح والتوفيق راه موجود في طريقه تاع التسيير تاع البدء تاع التسيير تاع هذه القناه، والتي ستعطي ان شاء الله دفعا للتنميه ولربط العلاقات الأخوية أولا والعلاقات الاقتصادية واجتماعية لأفراد الولاية بصفة خاصة، وإن شاء الله المجتمع الجزائري بصفة عامة. هذا نظن تصبح إن شاء الله كمثال على مستوى ولاية جيجل لخلق قنوات أخرى منافسة، أين يصبح صوت المواطن معروف، صوت المسؤول معروف، التنمية تاع الولاية تبقى معروفة، وإن شاء الله بها سنثمن كل المجهودات نتاع الدولة اللي راهي متواجدة على مستوى المناطق، خاصة المناطق الجبلية، وإن شاء الله بوسائل كما هذه، لأن وسائل خفيفة وبسيطة إن شاء الله ستكون بالصورة والصوت، وتصل إن شاء الله ما نقولوش للبيت نتاع المواطن، تصلوا في البيت في الهاتف نتاعه، وتصلوا على هو في السيارة، هو في المقهى، هو في الجامعة، هو تصلوا إن شاء الله، وتكون وسيلة لربط علاقات إن شاء الله علاقات ثمينة بين أفراد الولاية بكاملهم وعلى اختلاف أصنافهم، كبار، شيوخ، صغار، طلبة، تلاميذ. إن شاء الله تكون ثاني تمشي عندكم دروك البرامج الموجودة، أتمنى تكون هناك برامج تربوية وفي إطار المدرسة، ولما لا دروس تدعيمية يخص التلاميذ، وخاصة التلاميذ اللي راهم إن شاء الله على أبواب الامتحانات، وخاصة امتحان البكالوريا إن شاء الله تكون لهم دعم وسند لتربية ولخلق تفكير إيجابي للشاب الجزائري. نتمنى لكم إن شاء الله النجاح، وإن شاء الله نكون واقفين معكم، لأن ما طلبتوش الكثير وما طلبتوش تقريبا حتى حاجة، وكم شاءتوا هذه القناة، وإن شاء الله نكون معكم إن شاء الله ماديا نكون متواجد معكم إن شاء الله. ضيف القناة.